نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن علاء، يمكن معركه نص الملعب حسمها النادي الاهلي من البدايه، ما دخلناش معركه من البدايه، حسمها النادي الاهلي. يمكن من اول دقيقتين شفنا سيطره على مجريات نص الملعب، قدرنا نوصل مره واثنين وثلاثه، وما كانش في وجود خالص لنص ملعب نادي سموحه، وده اللي ادالنا الافضليه النهارده من بدايه المباراه. انت حاسم من المعارك كلها في كل الخطوط. يعني كل الخطوط النهارده انت متفوق، تفوق تام، يعني مفيش اي حتى مفيش مقاومه. ودايما نتكلم ايام بنقول نص الملعب هو اللي بيديك شكلك انت الاداء بتاعي. فواضح النادي الاهلي من بدايه المباراه هو مسيطر على نص الملعب كويس قوي، حتى الهجمات اللي كانت بتيجي على سموحه ما فيهاش اي خطوره، دايما كان في خطوره في التمريره الثانيه للنادي الاهلي. كان النهارده كان في حاجه بتتعمل كويس قوي، حتى لو في هجمه لسموحه، وكان حتى الغريب كمان ان سموحه كان بيهاجم باعداد كبيره قوي ايمن، وكان دايما في مساحه في نص الملعب فاضيه، دايما كان بيستلم فيها محمد مجدي، والتمريره الطويله مره محمد طاهر مره لحسين الشحات، استغل دي كويس قوي، ما كانش في حتى ضغط في نص الملعب النهارده. فمعركه نص الملعب انت كسبتها، فانت تقريبا سيطرت على مجريات الشوط الاول كله باهدافك طبعا، الامور كل هدف بيسهل الامور اكتر واكتر واكتر، حتى لو اتاخرت شويه الاهداف، لكن انت في كل ثانيه انت هتجيب هدف. هي دي انا بتكلم عليها. بص هي كابتن، ممكن نرجعها تاني يا صباح، نرجعها تاني، ناخدها من البدايه. شكرا. أيوة. بص ايمن، الباص بتاع علي معلول ده هيقطع مسافه قد ايه وهيروح لمين؟ وبص محمد مجدي واقف في مساحه قد ايه. بص مظبوط. اثبت هنا. بص مساحه قد ايه. ايوه انا بقول لك، بص ايمن، المساحه دي موجوده في كل هجمه للنادي الاهلي. المساحات موجوده زي ما تحب على مدار الشوطين من الشوط الاول على فكره. ايوه الدليل ان في الخطوط مع بتاع سموحه بعيده جدا عن بعض جداً. وانت استغلتها كويس، يعني طبيعي بتاع علي معلول كوره زي دي ممكن يطلع بيها باص 2 3 3، بس هم يلاقي كل المساحه دي. ما هو حلاوه التمرير ان انت بتقطع بيها اكبر مسافه مع واحد دايما فاضي. نكملها عادي. بص بقى كمل بقى هنا، محمد مجدي على مساحه فاضيه، ممكن اقف هنا لو سمحت، اقف هنا. بص يا ايمن، مش يعني بص الفدان اللي ورا. طيب. لعيبه سموحه، انا عايز ارجع للعبه اللي قبلها بالظبط. نرجع معلش للعبه اللي قبلها بالظبط، وهي ايوه ماشي كمل، نقف هنا. هنا بص، وقف هنا. لا هنا. بص فضل. بقى على التحرك. لا انا عايز بقى افتح الكادر شويه وبص على تحرك لعيب النادي الاهلي. نكمل محمد مجدي، ماشي مجدي معاك كوره، كمل. بس طاهر لا انا عايز رجع لي بس سنه، والكره في رجل قفشه وبيديها لطاهر. هو دلوقتي كمان بس كده كمان. هو انا عايز اسال سؤال بس، الاثنين دول الاثنين بتوع نص ملعب سموحه ارتكاز. واقفين وهم واقفين صح وقدامه قفشه، بس سايبين له المساحه ان هو يستلم. ايه اللي دخل اطهر الطاهر معاهم جوه وسط الملعب؟ ما هو مفيش. بص يا ايمن، مفيش تنظيم هنا. هنا تنظيم كله. اما بقى بكون كوره معينه وانا بهاجم، لازم مين اللي هيتقدم، مين اللي هيستلم في نص الملعب. بص يعني ده طاهر استلم وهو لسه رايح. ما انا بقول لك، بص هو طاهر كان مستني، قطر طاهر ده كان مستني زي ما يكون مساك، لان الكوره كانت هجمه لسموحه. أيوة. لما اتقطعت الرجوع بقى، بص 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 المنظر ده، ماشي خمسه على ثلاثه في المكان ده وواحد على الطرف، ماشي كويس، هي العدد كويس. لكن الوقفه نفسها ملهاش اي لازمه، لان بص المساحات عامله ازاي. بص كل يعني لعيب النادي الاهلي بيمسك الكوره، مفيش ضغط اولا، بيستنى لحد ما علي معلول بيكمل. بص يا ايمن، اقف هنا، ممكن اقف هنا ثانيه واحده. بص يا ايمن، طول ما لعيبه الخصم او منافس بتجري وشها لجولها، يعرف ان واقفين غلط. صح، يعني طول ما المدافعين دول بيجروا وشهم على هاني، تعرف ان الوقفه دي كلها غلط. خلي بالك، انا كفورورد انا كان بيسهل لي الماموريه جدا. كنت انت او بدر او بيبص على كل ما بس انت كل ما بتجري بوشك انت شايف انت احسن. لكن المدافع اول ما بيدي وشه لحارس مرماه وبيجري يبقى غلط تمام. صح. بص هنا الوقفه طبعا الشكل هايل، 9-7. بص المنظر يا ايمن، لعيبه النادي الاهلي بص كله فاضي، هي لعيبه بس سموحه بتعمل حاجه واحده بس. كل اللعيبه الزرقاء اللي باينه في الصوره دي عينيها على حاجه واحده بس، على الكوره. بس عشان كده انت بتسرب براحتك عشان اعمل ده. بص انت الكلام ده كله في 18، يعني انت بتعمل. رجعها لنا تاني برضو، رجع لي الكوره برضو من قدام ال 18 واحنا ماسكينها. بص يا كابتن، بس امسك هنا، اقف هنا. بص يا كابتن، اتفضل. هنا دلوقتي عندك زياده عدديه من لعيبه نادي سموحه، كويس، والتمركز مش وحش، في اتنين زياده من لعيبه سموحه. والتمركز مش وحش، يعني كويس. هو كويس لحد دلوقتي معاي. ولكن الخطا هنا في ان انت باصص على الكوره ومش شايف الخصم الخطا. انت باصص على الكوره ومش شايف الخصم،
ومش ضاغط عليه، يعني انت انت ما بتضغطش غير لما قدام ال 18 لازم تضغط. قدام ال 18 ده انت ما بتسيبش خطوه. صح. يعني بص قفله تاني، معلش قفله تاني، قفله تاني. بص اهي رجوعك انك بتدافع بعد ضربه الجزاء ده غلط. ما فيش فريق بيدافع من بعد نقطه الجزاء، بعد نقطه الجزاء كده تخش ال 6 يارد. ما ينفعش. أيوه. الكره دي بالظبط من عند قوس 18 كان لازم اخر لعيب. أيوه. من فريق سموحه كان يلعب قوس 18. ايوه بس انما انت بص لعيبه النادي الاهلي كمان حصل مغالاه شويه هنا بالكوره، لان المساحات موجوده دايما. أيوه. يعني بص دي كمان دي كمان يعني طار يا دوب لمسها. فكل هجمه خلي بالك هات لنا دي تاني معلش، انا يعني في حاجه كمان في الكوره دي، التمركز بقى بتاعهم بعد ما بقوا مثلا 7 8 على 2 بس برضه بواصلين الكره بس برضو مش شايفين اللي وراهم. ومين اللي مكمل؟ اكرم. ما انا بقول لك بص يا ايمن، هي حكايه مش حكايه، انا عندي نزعه. بص كوره طلع بمنتهى السهوله، بص صح هيبص عادي فاضي. ايوه اتنين ماشي في نص الملعب بس فاضي، الكره هتكمل عادي. الكلام اللي كنا بنتكلم فيه قبل الصوت يا ايمن، احنا كنا بنقول ان اكرم مش هيكمل. فكنا بقول لك لا، اكرم لو الكره مشت ولقى مساحات هيكمل. هو ليه ما يقدمش يعني؟ صح. اخر واحد لعب الكوره هنا اكرم. لان هنا خلاص بص المساحه لعبت النادي الاهلي، علي كمل عادي بقى، علي بيكمل الهجمه عادي. صح. طاهر وعمرو السلام كمل، علي معلول مش عايز يلعب الكوره لحد بص لان كله فاضي. بص صح. سهوله ما بعدها سهوله. صح. لكن هنا لعيبه النادي الاهلي طمع شويه. يعني لو الضغط ده كان بدري كان عمرو ممكن يتصرف شويه، كان ممكن شاط هنا هنا تصعد ب 7 يعني. عدد زياده ايمن، لكن الزياده من غير اي لازمه. مزبوط. انت سايب كل حاجه كملها عادي بقى خلاص. بص اكرم فين هنا؟ صح خلاص انت بتهاجم. يعني بص علي معلول فين؟ في السكس يارد هناك، وادي اكرم وانت مسيطر كويس قوي. صح. وعامل حزام هايل في نص الملعب عكس الكرة اللي انت جبتها في بدايه. أيوه. الاستوديو اللي كان بيتكلم عليها اسامة عرابي. ايوه اللي هي الهجمه المرتده اللي اتعملت في سموحه في الدور الاول. صح. ليه؟ لان انت كنت بتهاجم بس سايب مساحات. النهارده انت عامل حزام على 18، تمركز لعيبتك اكتر من ممتاز. علي معلوم بيعمل هجمه على الجانب الاخر، اكرم مكمل الزياده في نص الملعب، مفيش لعيب ازرق، كل لعيب احمر هو اللي مستني. عشان كده الهجمه بتاعتك كملت واحده واثنين. عشان كده ايمن كل هجمه بيعملها النادي الاهلي كان ممكن يحرز منها هدف. عشان كده كابتن شريف بيقول لك النهارده كان ممكن يبقى العدد اكتر بكتير. أيوه. لان انت كان عندك فرصه وفرصه كبيره جدا. أيوه. لكن بص كمل دي، بص المنظر ده. بص المنظر. بص دايما الواحد الاهلي، بص لواحد الاهلي. صح. واحد الاهلي. صح ده حسين، وبص اكرم فين؟ ادي اكرم. عشان كده ايمن هي الحكايه مش حكايه انك اهاجم او مهاجمش، هي حكايه ان انا المساحه عندي موجوده. برضه اكرم مكمل على فكره النهارده، يمكن قلت اول كلمه في الاستوديو، اكرم النهارده يمكن من نجوم المباراه، يعني عامل مباراه هايله. مظبوط. المباراه بيزيد. مزبوط. وطبعا روحه دي فرقه معاه جدا، عشان كده بقول لك النهارده كان من نجوم المباراه. لكن كل اللي بص ايمن هجمه رجعت للنادي الاهلي تاني، هو ده اللي النادي الاهلي عمله. أيوة. حصار تام للعيب. أيوة. سموحه، عكس اللي بقول لك الكره رجعت. ده اللي انا بتمناه طول هي دي يا كابتن شريف. بص الشكل بتاعك منتشر كويس. مزبوط. قوي. مظبوط مظبوط. كل كره تانيه انت واخدها بارتياحيه. وبص انت ضاغط منين؟ ما انا بقول لك بالظبط، انت مش هيطلع من 18 ايام. بالظبط. بص هو انت كل لعبك في الثلث الاخير من سموحه. ايوه مسيطر كويس قوي، ثلاثه دايما على الكوره. أيوة. الاطراف بتاعتك ممتازه، ان كل طرف فيه لعيب. فالهجمه بتاعتك بتستمر ما فيهاش اي مشكله كابتن. يعني هو ده المفروض ان الشكل اللي يبقى عليه لعيبه النادي الاهلي طوال المباريات كلها اللي بيلعبها مع اي خصم. ماشي، بس انت كمان خد بالك، بص دي عمرو السلاعي عاملها ممتازه قوي. دي كره العارضه دي هايله هايله هايله. هجمه تحس ان انت فرغ على كره راقيه قوي. صح. الهجمه ما خلصتش بسرعه. مزبوط. انتهت نهايه ممتازه. مزبوط. بقول لك علي معلول طول الشوط الاول ايمن يعني في تلف علاء، عايزين بقى مع الشكل ده يكون بنون او ياسر او ايمن اشرف قريبين نص الملعب. قريبين، ما يبقوش بقى عاملين عمق لورا عشان ما يحصلش فينا الكره اللي جت لاسامه دي اتفرجنا عليها في الاول. ده الفرق بين المباراه الاولى والمباراه الثانيه. المباراه الثانيه لا انت شكلك طبعا، خصوصا الكره الثانيه دايما الوقت بيعمل الفرق في الهجمه او في شكلك في الملعب. أيوة. دايما استحواذك على الكره الثانيه، وكان بيمتاز النهارده في النادي الاهلي. صح. طيب تعالوا نروح لزميلنا فاروق صلاح، ومعاه لقاء مع الكابتن احمد سامي المدير الفني لنادي سموحه بعد المباراه. اتفضل يا فاروق. من جديد بجد التحيه بيك يا كابتن ايمن وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدينا مشاهدة ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، عقب نهايه اللقاء بفوز النادي الاهلي على فريق سموحه باربع اهداف نظيفه. يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء واحد من المدربين الكبار اللي ليه بصمه في الدوري المصري، كابتن احمد سامي المدير الفني لنادي سموحه. كابتن احمد، مباراه صعبه
ومهم جدا ان انا لما اكون بلعب فرقه بحجم النادي الاهلي تكون اخطائي قليله، لكن فريق سموحه النهارده وقع في اخطاء خاصه في الشوط الاول وهو بيفنش الشوط الاول. بص يعني انا ببارك للنادي الاهلي طبعا، فرقه كبيره جدا واحنا في قدام الفرق الكبيره بنأدي بشكل كويس. يعني المفروض قدام الفرق الكبيره ما تعملش غلطات كبيره، خصوصا لما ادينا 40 دقيقه بشكل متوازن بشكل كبير جدا، وكنا ندي بشكل كبير مع النادي الاهلي. طبعا في 4 دقائق يخش 3 اجوان، والثلاث اجوان مع فرقه كبيره زي النادي الاهلي الماتش بيتقتل. يعني الاخطاء وارده، لكن الاخطاء في المناطق الريسك دي مش وارده، يعني عندي اخطاء ساذجه جدا وده وارد. يعني انا بالنسبه لي ما بحملش حد اي حاجه، ده ماتش عدى، وانا يعني شكرت اللعيبه على الاداء، دي مش نهايه المطاف، اهم حاجه الكفاح في الماتشات الجايه لان احنا في نهايه الدوري ونحاول نقوم من الهزيمه دي بشكل كبير. يعني كابتن احمد، شايف ان الظروف اللي فيها النادي الاهلي ويعني التعادل الاخير مع فريق بيراميدز عنده ضغط في المباريات، عايز يعني ينهي اكبر عدد مباريات قبل النهائي الافريقي، ده يعني صعب من المباراه شويه؟ لا لا، النادي الاهلي فرقه كبيره. النادي الاهلي خلي بالك، بس انا مش عايز، النادي الاهلي عنده 30 35 لعيب، حتى الناس اللي طالعه من تحت في قطاع الناشئين عنده موارد بشريه ومن اللعيبه غير طبيعيه. يعني في لعيبه اساسيه وكل حاجه، لكن طبعا حته ان انت عندك اللعيبه الدوليه دي بالكم سواء اولمبي او منتخب كبير، لا انت عندك براح كمدرب بشكل كبير جدا. فانا شايف ان الفتره الجايه حتى لو في روتيشن هيحصل مش هيتاثر النادي الاهلي بشكل كبير. يعني شايف ايه اللي رجح كفه النادي الاهلي في الدقائق الاخيره وافقد فريق سموحه التركيز في الدقائق الاخيره في الشوط الاول؟ هو مفيش، هو غلطات في الميس باس، بس في مناطق ريسك، هي بس هي دي القصه. لكن هي طبعا والظروف السيئه ان في 4 دقائق يحصل نفس الخطا هو يعني مسنتر يرجع بيس باس في نص الملعب في مناطق الهجوميه للنادي الاهلي، ودي مشكله كبيره لان النادي الاهلي بيضغط من قدام على طول، فما ينفعش تعمل تحضر بشكل كبير او عريض بالشكل ده او تغلط في ميس باص في المناطق دي. على العموم ماتش وعدى، مبروك للنادي الاهلي، وان شاء الله احنا بالنسبه لنا يعني الفتره الجايه تبقى احسن. كابتن احمد، دي معدل الاعمار اللاعبين في فريق سموحه صغير، هل شايف افتقاد اللاعبين لبعض الخبرات؟ وايضا في نقطه مهمه جدا، هل في تاثر من احمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم بانضمامهم للمنتخب الاولمبي، ده كان ليه اثر على اللاعبين نفسيا في الملعب النهارده؟ بص، في شقين، اللعيب الدولي بيبقى بيقعد 5 6 ماتشات عقبال ما مستواه ينزل. لما مستواه ينزل، اللعيب اللي هو خبرته قليله بيبقى حته التذبذب شويه، ما بيبقاش مستواه ثابت. طبعا احنا عندنا لعيبه مش دوليه، مش لعيبه يعني بتلعب في منتخب كبير، فعندها الاستمراريه. طبيعي جدا ان انا عارف ان هيحصل في تشوك في الاداء، ده طبيعي جدا لانك عندك اللعيبه ما بتديش 5 6 ماتشات ورا بعض. لكن عبد القادر، بالنسبه لعبد القادر ومنعم، طبعا لازم يتاثروا نفسيا بشكل كبير، وانا قعدت معاهم بعد ما كابتن شوقي قال القايمه، حاولت ارفع من روحهم المعنويه، لكن هي واخده منهم بشكل كبير جدا. يعني اخيرا عايز اختم مع حضرتك، تقول ايه للنادي الاهلي وهو مقبل على مباراه مهمه جدا، مباراه النهائي الافريقي؟ لا ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي بدل ما بيوصل للنهائي ان شاء الله ياخد البطوله، عنده المقومات البطوله، ونادي الاهلي في المواقف زي دي بيحارب عشان ياخدها، فمش بسهوله ان هو يفقد البطوله دي، وانا 90 95% الاهلي ان شاء الله ياخدها. شكرا كابتن احمد والتوفيق. شكرا. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع الكابتن احمد سامي المدير الفني لفريق سموحه عقب نهايه اللقاء وفوز النادي الاهلي على فريق سموحه ب4 اهداف نظيفه. من جديد تعود الكلمه ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك الكرام. شكرا جزيلا زميل العزيز فاروق صلاح. كابتن اسامه، النهارده قلت كتير جدا عن الماتش اللي فات، برغم ان احنا الماتش اللي فات عملنا ماتش كويس قوي، ولكن كان في بعض الاخطاء وكانت ظاهره وواضحه خصوصا في نهايه الشوط الثاني المباراه اللي فاتت. الفتره اللي كانت بين الماتشين يومين، ما اعتقدش ان هي كانت فتره كافيه لتصحيح الاخطاء. اعتقد ان الكلام فيها كان نفسي اكتر منه فني في الملعب. ما فيش شك، طالما يومين بس يبقى التدريب في الفعلي في الملعب هيكاد يكون منعدم. يعني حاجات انت يومين يعني معناها ان استشفاء للعيبه، يعني اذا كنت بتعمل ضربه ثابته، اذا كنت بتعمل جمله بسيطه لكن مش هتقدر تقعد تصحح كل، فاكيد الكلام ايه اللي قاله مستر موسيماني للعيبه قبل الماتش في اليومين دول؟ اولا اللعيبه طبعا مستر موسيماني اكيد اتكلم، واكيد سيد عبد الحفيظ اتكلم، بس انا بتكلم حتى اللعيبه نفسها من المهاجمه الجماهير ليهم
نتكلم ولا نشوف نقول له على ده ملخص الماتش؟ ده ملخص، اتفضل يا كابتن. ده ملخص الماتش. اه مش لعبه معينه. حلو حلو الضغط اللي فات ده. هو الضغط من البدايه كان باين. فاللعيبه نفسها من الكلام الكتير اللي حصل معاهم في بعد الماتش والتعليقات من الجماهير، هم حسوا نفسهم انه ماتش سهل ضاع منهم. ايوه. فطبيعي ان هو برضو عندهم خبرات وعندهم يعني لعيبه منتخب او لعيبه منتخبات، لان في منتخب تونس كمان معانا. ف هم نفسهم عندهم دوافع انه النهارده لازم يكسبوا، مع طبعا بقى كلام بقى مستر موسيماني اكيد. أيوة. اتكلم مثلا في الاخطاء البسيطه اللي حصلت والكره مثلا بترجع، يبقى لازم نلعب فيها بامان، اللي هي اللي كانت سبب في التعادل، وان كان الاخطاء وارده في كره القدم. صحيح. حتى لو انت اديت نصايح او صححت اخطاء او اتكلمت كمدير فني، الاخطاء وارده في كره القدم. مظبوط. فواضح، انا قلت لك من ساعه ما اللعيبه نزلت من الاوتوبيس ان لما جت اللقطه الاوليه وشهم الجديه والتركيز تركيز واصرار. مظبوط. لكن انا مش شايف ان في اخطاء كبيره قوي حصلت في مباراه بيراميدز. هو كره فيها توفيق، يعني ماتش بيراميدز اضعنا فرص سهله كان ممكن نكسب بيها. النهارده ايضا النهارده ماتش بيراميدز لو البنالتي بتاعت علي معلول دخلت خلاص. مظبوط. طبعا الماتش انتهى. طبعا. يعني فاهم، بس او نفس علي معلول النهارده بس ضربه جزاء. مظبوط. زي ما اسامه بيقول، انا بتفق مع اسامه على فكره. معلش يا اسامه، في حته لا اتفضل. انت ما اخطاتش كتير مع بيراميدز. اخطاء يعني اخطاء لو المباراه طلعت عاديه ما تعدي مقبوله. ولكن ضيعنا نقطه. هي دي. ماشي. بس اتمنى ان احنا نلعب كل الماتشات زي ماتش بيراميدز ان شاء الله، بس النتيجه ما تبقاش كده. لا ماشي، النتيجه بقى دي في علم الغيب يا ايمن. لكن انا اقصد انه تكمله الكلام على انه ما كانتش في اخطاء كبيره قوي. ولكن احنا اضعنا فرص النهارده، اضعنا فرص كتيره قبل الجون الاولاني. صح. ولكن النهارده الماتش اتسهل قوي بالجون الثاني. مظبوط. الجون الثاني وسريع كمان بعد الجون الاولاني بدقيقه او نص دقيقه لعيبه. والثالث طبعا جه، بس انا بتكلم على الثاني تحديدا. لما تاخد واحد وبعدين الثاني بعديه بنص دقيقه، ادت معنويات عاليه قوي لعيبه الاهلي، وفي المقابل. صح. وطرت لعيبه سموحه وبقوا متلخبطين اكتر ما هم كانوا متلخبطين. وطبعا الهدف الثالث تقريبا قضى على الـ على الـ على المباراه. صحيح. فانا شايف انه بص يا كابتن، معانا احصائيات المباراه وتوضح الفرق الكبير جدا بين الاهلي وسموحه. يعني طبعا النتيجه 4-0. نسبه الاستحواذ 60-40. التصويب على المرمى النادي الاهلي 10 من 16، سموحه 1 من 6. الركنيات غريبه جدا، ركنيات سموحه 4 والنادي الاهلي 3. في فتره كده كانوا هم هاجموا فيها جت كام كوره كورنر. بس ما كانش في خطوره كبيره على الشناوي ولا علي لطفي، يعني ما فيش فرصه تقدر تقول في ال 90 دقيقه محققه ليهم. صح. يعني لكن النادي الاهلي هو اللي اضاع فرص كتيره وجاب 4 اهداف، وكان ممكن يضيف اهداف اخرى يعني. صحيح. كابتن بلال، لو جينا للاهداف، طبعا الهدف الاول كان لمحمد شريف، وتحرك هايل جدا وتصرف هايل جدا، واضح فيه ان هو الرؤيه بتاعته كانت كويسه جدا. شاف دبل باس. اهو ده الجول يا كابتن احمد. بداية بص الكرة معانا، التحضير كويس، استحواذ ده ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه بقى. وشوف كمان عدد المسافات ازاي عشان بالزبط. هدف بالظبط عشان تشتغل على هدف، يعني كرة في رجل لعيبه النادي الاهلي، هو دايما بيبص عايز مساحه. تمام. اتوجدت المساحه. خد بالك يعني كابتن علاء، الحاجه مهمه برده جدا يعني بص مين اللي مع الكره السوليه ده اعتقد. ايوه. بص مفيش حد. أيوة. يا كابتن بيضغط، تاخد بالك يعني. هم كمان سهلوا. أيوة. الامور بشكل كويس قوي. صح. وانت قدرت تستغل ده. هو الفكره كلها ان انا عايز اقول لك كابتن ايمن، ايه ميزه النادي الاهلي بتتوجد. أيوة. لما بتقدر تستغل اخطاء الخصوم. نكمل في اغلب الاوقات. أيوة. طبعا دبل باص رائع جدا. طبعًا. وطاهر التوقيت نموذجي كمان، كان ممكن يوقف الكوره، في لعيب تاني ممكن يوقفها سنه، في لعيب تاني ممكن يحطها اتجاه الجول، هو حطها له في حته نموذجيه الحقيقه. وشريف برؤيه ممكن تجيبها تاني. انا عايز اجيبها تاني، عايز اشوف هو شريف بص ولا لعبها برضو بالاحساس. لا اعتقد انه بص. اعتقد انه بص. انا بص. لا بص طبعا اكيد يعني اكيد. بص خد بالك الكوره حتى بتاعت سوليه حلوه بصراحه، مانوبه حلوه قوي وخلي بالك شريف عملها حلوه قوي. طب بص يا كابتن، هي دي اللي الكابتن علي كان بيتكلم عليها. بص يا كابتن، 3 في وسط 2 ومفيش اي رقابه. ايوه. بتسهل لك الامور. الفكره هنا
انك تقدر تستغل بقى المواقف اللي زي دي. صح. الفكره استغل اخطاء الخصوم. صح. انا النهارده بلعب ايه؟ انا محتاج مساحه. الخصم اوجد لي المساحه، قدر النادي الاهلي ان هو يستغل المساحه دي. هدف رائع جدا جدا من شريف. فعلا. طبعا فعلا. انا بحيي الفكره بتاعته. يعني هو شريف برضو من اللعيبه انا بحترم ان هو بيحترم قدراته وعارفها كويس يا كابتن علي. يعني في لعيب يبقى عارف قدراته كويس جدا، هو شريف عارف قدراته كويس قوي. هو مش نموذج رقم 9 ولكن بيأدي الادوار بتاعته بشكل جيد جدا. يعني النهارده شريف عارف ان عنده سرعه كويسه، الفوتورك بتاعه رائع جدا، هي ارقامه معانا يا كابتن. يعني الحقيقه بيأدي مع النادي الاهلي في الفتره الاخيره بشكل رائع جدا جدا. صحيح. جدا. هو عايز يلعب، هو عايز دايما يبقى وشه على الجول. مظبوط. عشان كده عمل الدبل باس. مظبوط. تمام. هو ممكن ما بيحبش ان هو يروح واحد ضد واحد ويرقص او الحته بتاعت الدريبلينج دي. هو عايز النهارده يبقى دايما لمسه ويتحرك على الجول. صح. او لو حد جاي من القلب يبتدي هو يتحرك التحركه القطري او التحركه السريع. مزبوط. هو عمل الدبل باس عشان يبقى مواجه للجول، عملها له طار، حطها بصراحه نموذجيه في الزاويه القريبه. صحيح. ويمكن احنا شفنا في ماتش الزمالك برضو عمل واحده زي كده، اعتقد فاكره ماتش الزمالك برضو عمل واحده زي كده برضو بنفس الاسلوب ونفس الطريقه. فهو لعيب مميز في الحاجات اللي زي دي. أيه. الفوتورك بتاعه رائع جدا، بيلعب رجليه الاثنين كويس. يعني شريف من الناس المميزه ان هو بتلعب باليمين وبيلعب بالشمال. مظبوط. تحركاته رائعه جدا، عنده سبرنت بيقدر يستغله كويس. صح. ودي اهم نقطه. مزبوط. بالنسبه للمهاجم يعني. طيب الهدف الثاني يا كابتن شريف، حسين الشحات. لو جبنا اللعبه من اولها برضو وكانه بيحقق لي امنيه. ده كان ضغط من النادي الاهلي وكره مقطوعه من نادي سموحه، نجيبها من الاول وهي كره مع نادي سموحه. ايوه كره مع نادي سموحه، احنا عاملين ضغط عليهم قدرنا نقطعها في نص ملعبهم. ده قطع في لمسه واحده كويس، في استلام، في رؤيه، في عرضيه. ايوه بس بص للاستلام، بص على طول الراجل بيبص الراجل لا هنا بص قبل ما يا ريته يرجع عند علي معلول تاني. ماشي. انا قصدي علي معلول استلم. بص دي فرقه طبعا إيه؟ فرقه طبعا سايبه الفرقه يعني 1 2 3 1 2 3 ابعد اقرب واحد ليك ب 6 7 يارده في كل. بص علي معلول استلم وبص بص لا انت فاهم قصدي. ما بص ده محضر رؤيه وشايف ومش رايح اعتباطا لحسين شحات. ده رايحه له، ده اللي انا قلت لك عليه، ينشن على محمد شريف والكره يكون قاطع لعيب تاني وراه. أي. ده في كل الماتشات كده. أي. احنا عايزين كده في كل الماتشات. أي. هو ده اللي انا كنت بتمنى. وانت شايف كم وكم واحد رايحين مع محمد شريف؟ ثلاثة ماسكين واحد. ما هو الرؤية هنا محمد شريف، العين رايحه على محمد شريف. الثلاثة هل انا كمدافع ما هو جاي منين علاء اصلا؟ الثلاث مدافعين روحوا على هو كان معاه كوره اصلا. شريف رضا الباك ليفت، شريف رضا ضامن زياده جدا، ضامن زياده قوي، ضامن اللي جوه قوي. ده بيغطي اوف سايد كمان. ما انا فاهم. بس حسين دخل كويس قوي، رؤيه كويسه قوي، قدر يتصرف فيها، وان تاتش كويس قوي. دي اللي احنا كنا بنتكلم عليها قبل الماتش. عايز احس دايما ان انا عندي 2 فراوده جوه 18، 2 بيقطعوا اذا كان طاهر او حسين شحات. قلتها لك قبل المباراه دي، اتحققت في المباراه وتقدر تتحقق في كل لعبه مع فرقه زي سموحه النهارده. صحيح. في كل رؤيه مع فرقه زي سموحه النهارده. صحيح. من اليمين اذا كان حاول اكرم توفيق يعملها زي علي معلول. أي. انما التحركات محمد طاهر لو دخل خلف محمد شريف كنت ممكن تلاقيها من اليمين جول ومن الشمال جول. وحصلت كتير لغايه الجول الرابع. الجول الرابع كمان اتعمل من اجمل ما في المباراه. وطاهر جات له كورتين وطاهر جات له كوره فعلا. انت عارف ده نموذج يا كابتن، عارف للتحول السريع يعني. صح. ده نموذج. صح. فعلا للتحول السريع من الدفاع للهجوم. صح. يعني النهارده والتحرك بدون كوره. بص اتقطعت الكوره بسرعه. صح. السوليه، حمدي فتحي، علي معلول على طول الكروس. يعني ممكن ايه وانت كسبان 1-0 في اللقطه اللي زي كابتن دي 44. أي. ممكن علي معلول يهدى على الكوره. أي. يروح يحاول يعمل دبل باص. لا ده بص الرؤيه والسرعه كمان. مزبوط. بلال وطبعا جبنا 3 اجوان في 3 دقائق. انت عارف يا كابتن التصرف بتاع حسين الشحات في 3 ضغوط. ايوه يا 3 ضغوط. ماشي. جبنا 3 اجوان. انت عندك عندك اللي انت بتتمناه. ايوه وقت ومساحه. صح. صحيح. صحيح مظبوط يا كابتن. يعني تخيل انت علي براحته، رؤيه براحته، يعني علي تحركات. يعني علي تحركات براحته. يعني تخيل بس تخيل العكس شويه. يعني تخيل لو علي بيستلم وراح واحد ضغط عليه طبعا عنده الفرصه اللي يعمل دي. ما في الهدف الاول جه برده كده. ده انا بقى هقول لك على حاجه. بس الجول الثالث بقى معاك دلوقتي ان شاء الله. احنا بنقول على الضغط. بص الجول الثالث بقى اللي جت فيها ضربه الجزاء لعلي معلول. نجيب الجول الثالث.
ده بعد بص بيسنتروا بيسنتروا ما انا عارف بص بص الضغط بص الضغط بقى بتاع لعيبه النادي هنا الآن. بقى هنا شايف قطعت فين استنى تاني استنى تاني ارجعها تاني اسمع رجعها تاني بقى نرجع تاني هو مين اللي وقع ده بص خد بالك بقى شريف بقى 4 على 2 بص 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 يا ايمن سيبك من الضغط وتقطعته حلو قوي ماشي بص انت غالب 2 ايوه بص واسمعها بالسنتر انت بتعمل ايه رايح اللي يبص على المنظر ده يقول لك الفرقه دي مغلوبه متعادله ولا حاجه هو ده مغلوبه مغلوبه يقول لك ده فريق بص اللي بيضغط ده يقول ده فريق مغلوب عايز يتعادل لكن مش مش فريق غالب 2 وعامل ضغط نموذجي بقى الحلو اللي بعد الكوره يا ايمن لما اتقطعت بص انتشار لعيبه النادي الاهلي كملها عادي بقى خلاص كملها كملها بص بص يا كابتن علاء الحلو ان الشريف وقع كويس كملها كمل 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 خلاص بقى كملها كملها رزق معلوم وش لا لا بس انا عاجبني جدا يا كابتن علاء النهارده تحركات اللعيبه من غير كوره ما انا بقول لك يا ايمن الكوره بعد ما اتقطعت الانتشار نفسه ممتاز يعني ممكن على فكره ممكن لما تلاقي مساحه كبيره قوي كده ممكن اللعيبه تقفل على بعض صح انما انت ذكي لقيت المساحه فانت استغليت المساحه كويس جدا بهدوء يعني هذا حسين الشحات الثاني واخد المساحه امتياز مظبوط واحد بيتحرك في القلب موقف دفاع غلط انا ماليش دعوه انا مزبوط. ما الذكاء ان انا استغل حاجه الغلط صح يعني موقف طبعًا. يعني الشريف دخل بيغطي عكس قوي حسين استنى الكوره مزبوط. وتقدير حسين للكوره وقابلها ببطن رجله ممكن تكونش جامده مزبوط. التوفيق وعدم ودي حاجه بتاعت ربنا مش بتاعتنا وفرديات كمان وفرديات لكن الهدف الثالث لو ما نجيبه تاني لا انا عجبني جدا الهدف الثاني في كل حاجه روحك وضغطك وانتشارك طيب. نموذج يعني الهدف ده نموذج في كل حاجه في لعيبه النادي الاهلي ومعلول ختمها كويس لانه اتغير النهارده برضه خد بالك يا كابتن علاء كمان بلد. انه حسين الشحات يكمل في الحته دي برضه كمان يعني طبعًا. تحسب لحسين طبعًا. الشحات طبعًا. يعني شريف رايح بالكوره وحسين يعني قاطع قطر يعني عارف مستني باص ماتش ايه يا علاء اللي احنا جبنا فيه جونين في اول دقيقتين ده في اول ثلاث دقايق برضو بنفس الشكل بص ده لسه بيلعب ده الجول الثاني اللي هو عمل ايه ده الجول الثاني جيب الثالث بقى سريع بسرعه يعني ماتش انبي يا كابتن ماتش انبي بص مساحه حسين راح له الكوره حسين الشحات داخل لجوه خلاص حسين بص الفرق بين حسين وشريف ايه ان حسين شايف الكوره بوشه وخلي بالك واخد القرار قبل الكوره ما تجيب ماشي ما هي الكوره واخده وقت يا ايمن شريف لسه بيلف بوشه عشان يقابل وحسين مقدر المسافه ممكن صح. يعني هي ما جاتش قويه زي ما هو عايز لكن هدف خلاص يعني مزبوط. دي حاجه موفق فيها والكره اتلعبت حلو قوي انا عجبني هدف حلو كل حاجه انا عجبني الهدف الثالث في نوع من انواع المفاجاه الجول ده عشان كده برضو هاني ما يقدرش يجيب الهدف الثالث حلو قوي في كل حاجه صحيح نموذج احلى هدف الرابع ما نتكلم عليه يمكن اسامه يتكلم عليه احلاهم الرابع لكن انا بالنسبه لي الشكل بتاع الهدف الثالث هو ده لعيب النادي الاهلي وانت بالظبط ده لعيب ده لعيب النادي الاهلي مظبوط حسين الشحات ارقامه معانا حتى هو لعب النهارده 79 دقيقه جايب جول صنع فرصتين صوب على المرمى ثلاث كور منهم اثنين جاب جولين داخل بين الشباك جاب جولين بين الثلاث خشبات جولين النهارده حسين الشحات واحد بنالتي واللي هو الثاني الاوفسايد ليه لسه جول جول الدبل كيك كان تسلل ده هياخده معاه طول الحياه ده مش هيسيبه الجول طب نشوف الهدف الرابع بقى بالمره اللي هو بتاع محمد شريف اللي كابتن علاء قال ان هو النهارده احلى الاهداف اهي البدايه من نص ملعب النادي الاهلي اتنقلت كويس قوي بص السبرنت بص طبعا طبعا بص يا كابتن برده التحرك من غير كره فين ايوه تحرك ما هي في حاجات كتيره زي ما علاء قال وكباتن في مساحه صح واحنا بنستغلها بالتحركات المظبوطه مظبوط فقطع قطري في المساحه الفاضيه اعتقد ده كان ده حسين الشحات ده حسين لعبها بالعرض اتقطعت لكن ضغطنا تاني بص الكره الثانيه اسامه هي الكره الثانيه مظبوط الكره الثانيه قفلنا من حمدي فتحي اتنقلت للناحيه الثانيه لقفشه ده شغل يا هنا نقل باستحواذ وبعدين بص بقى الرؤيه من قفشه وعلي معلول بص وقفت قفشه وحط الكره وتكمله علي معلول تحرك ممتاز من علي معلول وهدوء غير طبيعي من قفشه لان قفشه كان ممكن ياخدها على لمسه واحده ولكن قفشه استلم ولف واستنى علي معلول في التوقيت المناسب ولعبها له وحطها له برده في المساحه الخاليه بص بقى هناك في تمركز خاطئ اصلا من لعيبه كالعاده طبعا كالعاده مفروض في حد يبقى قريب في المنطقه ديت لكن اتعملت كويس لما تيجي عند معلول وقف لي الصوره بعد اذنك ايوه طبعا كمل بقى العبها ماشي كمل علي معلول اي واحد مكان علي معلول ممكن يعمل ايه ممكن يشوط يروح بيها لغايه الجون ويروح بس هي خلي بالك او يشوط خلي بالك هو برضو اصل الكوره فيها قرارات كذا قرار ممكن يبقى سليم لو واحد قطع وراح حاططها في الزاويه البعيده كده برضو ممكن تيجي طبعا
لكن علي معلول عنده اسهل من الجول يا كابتن. أسهل. مش ممكن تيجي دي اسهل من الجول. يعني لو علي معلول خد بشماله او في الزاويه دي جول, وفي الزاويه اللي هي شمال اللي في شمال شمال هاني سليمان. صح. ولكن علي معلول عنده دي تملي اللي هي الرؤيه اللي هي تحت اللي هي تحت الكره اللي تحت. وطبعا هنا بص شريف بقى ميزه شريف وسرعته وفهمه كمهاجم. بص شريف كان فين. بص بقى ان قطع ازاي بيشاور له, قطع على القريبه وخطف بسرعه قبل. صح. اعتقد ده كان محمود البدر. بص بقى الثلاثه الزرق اللي عند شريف. طبعا عينهم فين كابتن. ده على الكره على علي معلول. ده 7-3 كابتن. هو طبيعي بتكلم بلال على الثلاثه. ايوه طبعا معاك. ايوه طبعا اللي عينهم على محمد صلاح. احلى حاجه هنا هم عينهم على الكوره مش على حاجه. ايه ان محمد شريف مش في اللعبه خالص دلوقتي. طبعا. يعني بص محمد شريف واقف فين. طبعا. طب دلوقتي يعني هي حته دفاعيه بس دلوقتي لما يكون محمد شريف واقف كده وسط اثنين, لما محمد شريف ياخد الخطوه دي الطبيعي لازم واحد يتحرك معاه. طبعا طبعا خطا لازم واحد هينزل معاه. اخطاء بس هو عملها حلو قوي ومعلول عملها حلو قوي. انا عجبني الجول قوي. الجول كلها بساطه الصغيره كمل. دي ما هو نكملها تاني كابتن اسامه لحد ما يجيبها جول. ما هو الجول نفسه كله حلو وتحركاتنا كويسه, بس علاء بيتكلم على ان برضه في خطا والاهداف كده فيها خطا من المدافعين وانت بتستغل. معانا ارقام قفشه كابتن برضه على الشاشه. 98 دقيقة التمريرات الصحيحة 59 من 72, التمريرات البينية الصحيحة 3 من 3. قفشة طبعا كل اللي احنا بنقوله ده لولا تحركات لعيبة النادي الاهلي. طبعا ولا طبعا طبعا ولا بقى دفاع هيقدر يجيبهم طبعًا. ولا حد, انما طول ما انت بتتحرك طبعا انت الاخطر. وتحركات ايجابية كمان. ايجابية هو ده المطلوب كله. بص يا ايمن الهدف الثالث فيه حاجة حلوة قوي. الهدف الرابع اهداف حلوة. الرابع حلو. لا الرابع كرة قصيرة كده حلوة سلسة ما فيهاش اي مشكلة خالص. تصرف علي معلول حلو. ارقام علي معلول كمان التحرك وانك بتخلق مساحه. الكره اصلا انت بتدور على خلق مساحات عشان تستغلها. مظبوط. ففرقه سموحه اديتها لك اساسا لوحدك وانت كمان كنت مميز بالتحرك. مميز بالتحرك واستفدت منها كويس جدا. انت عارف يا كابتن اسامه برضو يعني من ذكاء شريف انك تبقى عارف يعني بالظبط الزميل بيفكر ازاي. يعني هو عارف ان علي مش هيشوط. يعني اي حد تاني في الحته دي مش هيعمل كره بالعرض. مزبوط. اي حد تاني بالبطن رجله في البعيد. مظبوط. غير علي شريف مش هيستنى كده. بالظبط. لان هو علي كان اسامه بيقول كان دايما بيعمل دي بلال بيوصل على طول. صح. ومعامل دايما بيعمل العرض. صح. أيوه. انا بقول لك دي من ذكاء برضو المهاجم. كملها لنا لحد ما تيجي كملها. كملها اسامه. انا بس بتكلم في ايه, ان قرارات في الكوره ساعات ممكن اكتر من قرار يبقى كويس. فزي ما بلال بيقول كان ممكن علي يقطع بشماله كده ويحطها على شمال هاني سليمان. صح. ولكن علي عنده الجزئيه ديت اللي هو بيستنى ويلعب لتحت. صح. فشريف فاهم كده. صح. فصبر وما اتحركش من بدري. في اللحظه اللي هو حاس ان علي هيرفع وشه فيه دي بقى خبره المهاجم. خد الخطوتين بسرعه جدا. خد الخطوتين وحطها بالشمال على طول. فطبعا هدف رائع. احلى الاهداف الاربعه, لكن الاهداف الاربعه كلها حلوه يعني. صحيح. طيب كابتن بلال لو اخترنا رجل المباراه النهارده شريف. محمد شريف. قولا واحدا يا راجل جايب جولين اللي بتعدي علاء. لا لا هو كابتن بلال قال شريف. شريف قولا واحدا. انا يعني ولا عشان قلت ثلاثه. انا بوصلك. هو شغال قطر شغال وقال نجم المباراه. انا بقول يا كابتن شريف هو رجل المباراه. الفرقه كلها هايله. محمد شريف الفرقه كلها هايله. بس لما تختار واحد انا شايف شريف يعني سجل هدفين النهارده. ماشي. وكان رائع جدا في تحركاته. كويس. والاهداف كمان كانت بشكل رائع جدا جدا, خاصة الهدف الاول. صح. عمل فيه تصرف يعني فكر فيه كويس قوي. صح. قوي قوي ولعب الكرة بصراحة وكان فيها يعني فيها ذكاء. صحيح. يعني فيها ذكاء من مهاجم يعني. صحيح. طيب كابتن شريف. علي معلول. علي معلول. كابتن علاء. انا اخترت اكرم. اكرم توفيق. كابتن اسامة. انا يعني محمد شريف لانه فتح الماتش بالجون الاولاني وجاب الجون الرابع هايل, لكن اكرم كان ممتاز وعلي معلول النهارده وياسر ابراهيم كان والله. كابتن اسامه انا بتقول كده يا كابتن. كابتن كانوا ممتازين, بس انا بقول رجل المباراه رقم واحد. أيوة. بالنسبه لي محمد شريف. انا ممكن اقول كده. مين يا كابتن؟ لا محمد شريف. محمد شريف.
يبقى كده الله عليك كده كده اتحسمت. طيب انا عايز اقول لكم على حاجه. نعم. لولا علي معلول لا يوجد. هنروح لفاصل عشان خاطر الكابتن شريف. هنروح لفاصل ونرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي المميز كابتن ناصر عباس. ارجوكم انتظرونا.